يا عيب الشوم والله يا ابو علي والله هذا يبغى مو انسان خبل فيك جبل ايه هذا مو عادي. برنامج تيك توك نزلناه ويا ليتنا ما نزلناه. نزلت البرنامج وقعدت اشوف الفيديوهات اللي فيه شيء يعور القلب. شفت يا هال تحت ال 13 سنه بنات وشباب يرقصون وإيحاءات جنسية أهمة مو عارفين معناتها وحركات وسخة أعوذ بالله. الحكي موني الحكي شفت أشياء شفت خدم يصورون اليهال بدون علم الأهالي. يعني شوفوا هذه خدامة قاعد ترقص مع الياهل وهذه وحدة ثانية وغيرهم وايد. أنا أول شيء يطري على بالي لما اشوف الفيديوهات شنو ابو علي؟ وين؟ وين الاب وين الام؟ وين اهاليهم؟ يبقى في اهالي ما يرضون عيالهم يطلعون بالسوشيال ميديا والانترنت وانا واحد من هالاهالي ما ارضى عيالي يطلعون يا اخي اخاف عليهم من 60 شغله. فجاه اتفاجئ ان احد الخدم عندنا بالبيت مثلا مصور عيالي بالتيك توك وترقص. هذه مصيبه. تبون المصيبه الاعبر؟ اذا كان البيت في احد من اخواننا المعاقين او ذوي الهمم الله يشافيهم ان شاء الله في بالتيك توك خدم يصورونهم ويستعبطون عليهم. شوف اعطيني بوسه اعطيني بوسه اعطيني بوسه. طبعا هذا غير يا ابو علي اللي تصور عيوز وغير اللي تصور بملابس المرأة عباية راس ايه. وفي خدم يلبسون لبس صاحبة البيت ولبس من اللي بالي بالكم ها ايه وترق واضح واضح وترقص فيه. كارثة. وشياب وحريم كبار يصورونهم ويترقصون قدامهم والشياب يعني مساكي يا غافلين لكم الله. المصيبة بالسناب شاتس أول ما قلت إني أنا بتكلم عن التيك توك وصلتني رسائل بالهبل. وصلني فويس ودي أعرضه من السعودية. اسمع شنو يقول. مرحبا أخ طلال حبيبي الله يسعدك. أنا أتابعك من السعودية. شوف تيك توك لازم تحذر منه تمام. أنا قبل فترة أرسل لي واحد من العيال أنا ما عندي تيك توك واحد من أصحابي أرسل لي مقطع الفلبينية اللي بالبيت اللي تشتغل عندهم تستنى بس تطلع أم البيت وأبو البيت تلبس حتى ملابس النوم الخاصة اللي تلبسها المرأة تدخل غرفتهم تلبس ملابسها وتصور فيهن وترقص. الحين عاد جايكم بالكلام الخطير. لما قلت بالسناب وعلي هذا عور عيني ليت. هذا بس عور عينك؟ اي والله احنا اللي أكبر منه قرعنا هذا ما تشيله. يا حبل التحرش الولد مشكور يا أبو علي. المصيبة إن في مكان اسمه ديب ويب. أنا قلت شنو الديب ويب هذا؟ وايد قاعد يقولوا لي ترى التيك توك فيه له قسم بالديب ويب. ديب ويب شنو؟ الديب ويب هذا إنترنت بس غير إنترنت اللي أنا استخدمه وأنت تستخدمه وأبو علي يستخدمه. يعني رحنا فيها. يعني رحنا فيها. يعني هذا اللي كلمناه أتوقع هذا الحين يدري إحنا وين. يدري إحنا وين. إذا من طرفهم. إيه. أكيد يدري. يعني يدري. إحنا كلمنا واحد أنا مع أبو علي. طبعا واحد وصلنا حق واحد وصلنا حق واحد لغاية ما وصلنا حق هذا مكالمة فيديو. الديب ويب هذا مكان يجتمعون فيه المجرمين المغتصبين الإرهابيين تجارة الأسلحة تجارة الأعضاء المخدرات علشان يمارسون شذوذهم في هذا المكان اللي ما حد يقدر يتخلّى. واللي يدش هالمكان بالغلط راح تتم ملاحقته من هالمجرمين. الله يبعدنا ويبعدكم إن شاء الله عنهم. تواصلت مع هذا الشخص الغريب وقلت بسأله عن هل تيك توك له مكان وله قسم في الديب ويب. نسمع نسمع. الله يستر. خلصني خلصني. السلام عليكم. كيفك؟ اول شيء ايش اسمك اخوي بس؟ مش اسمه شخصي. اوكي زين. صدق يقولون يعني ان في اشياء خطيره في هذا اللي يسمونه الديب ويب ولا أعوذ بالله. زين أنا داش عليك بسأل سؤال يعني سؤال محدد. التيك توك في له قسم عندكم؟ إيه في قسم اسمه تيك توك يحاولون يمتزون الأطفال عشان يختصبون.
حسبي الله. زين بس في ممكن سؤال اخير بس وراح بس سؤال. كلام مرعب وكلام يعني يخلي الشعر جسمك يكش. انت ما شفت شعر اصلا وجهه هسه كله شعر وشعر طويل. هو شعر طويل؟ اي ابغى لي شيء مغطي وجهه. لا هو مغطي وجهه بس في شوف شعر على الجنب كذي طايحه كذا ما ادري شلون. الحمد لله والشكر. شكله مزرقع ترى. فوق انا مزرقع وشنو؟ ها ترى حتى المشاهير الكابلزات وهذا ترى كلهم بالتيك توك. بالتيك توك؟ المشاهير اللي بالي بالك. اللي بالي بالك. موجودين بالتيك توك؟ هو مرته ويحطون اغاني ويرقصون وما ادري يسوون. عادي نشوف شيء ولا؟ اي عادي ليش ما نشوف. بايعها نشوف. لك ملعون. بعدك صغير كتكوت. وهذا لا حتى هني لاحقيننا. اوف. حتى هني؟ ليه؟ انا واحد ما راح اتكلم عنهم. لان سيماهم في وجوههم يا ابو علي. اي والله. اختم 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 على الشرها علي اللي. يبي هذا وياك. ايش تبي بهذا؟